أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن عقد جلسة خاصة غدا الاثنين بناء على طلبين حكومي ونيابي بشأن تداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا. وأشار الغانم إلى وجود طلب نيابي لجلسة خاصة بشأن المتقاعدين سيحدد موعدها لاحقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلقيت اليوم وفقا للمادة 72 من اللائحة طلبين. الأول مقدم من الحكومة لعقد جلسة سرية خاصة طارئة لمجلس الأمة على أثر الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها من ناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية. عمل من نص المادة 72 تم الطلب، وذلك لإطلاع الأخوة أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها. وكذلك كان هناك طلب مقدم من الأخ الدكتور حمد المطر وآخرون، اللي هما دكتور صالح ذياب المطيري، أحمد الحمد، بدر الملا، مرزوق الخليفة، وسام الشاهين، عبد الله طريجي، محمد الحويلة، محلهل المضف، بدر الحميدي، لنفس الموضوع. نطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الحرب القائمة بين جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأثرها على الخليج العربي والكويت، ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نقص المخزون الاستراتيجي للدولة، توفير الأمن الغذائي الداخلي الدائم، الاستعداد لاحتمالات التلوث والتسرب النووي من المفاعلات الذرية. لذلك دمجت أنا بالتنسيق أيضا مع بين مقدمي الطلب والحكومة، دمجتهم في جلسة واحدة ووجهت الطلب على أن تكون الجلسة الخاصة يوم غد. أيضا هناك عدة طلبات أخرى لجلسات خاصة من الأخ بدر الحميدي وآخرون بخصوص مواضيع معينة، واستلمت اليوم عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المتقاعدين مقدم من الأخوة الفاضل أسامة مناور، بدر الحميدي، فرز الديحاني، فايز الجمهور، عبيد الوسمي، مساعد العارضي، عبد الله طريجي، خالد العنزي، مبارك العجمي، سعود بصليب، مقدم من الأخوة الفاضل للتصويت على يعني مناقشة وتصويت فيما يخص أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين، رفع الحد الأدنى للرواتب نظرا لاستحقاق هذه الفئة من المواطنين والمواطنات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد المعطاء، وحان وقت الرد جزء يسير من عطائهم تجاه البلد. موجه لأن تكون الجلسة الخاصة يوم الخميس، وأيضا سأنسق مع الأخوة مقدمي الطلب لتحديد الموعد المناسب لهم. هذا فقط حبيت أن أخبركم فيه، وإن شاء الله موعد الجلسة الخاصة يوم غد سيكون الساعة 11 صباحا إن شاء الله. شكرا.